السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم أو محتوانا اليوم هو إنشاء سجنة للمبتدئين بأقل ما يمكن توفره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول شيء في إنشاء السجنة هو اختيار المكان المناسب، اختيار المكان المناسب اللي ما ديش يكونوا فيه التيارات الهوائية مجهدة، ولي ما ديس تقيسو الشمس بزاف باش ما تاثرش عليهم، وتكون كتقيسو الشمس وما تشدوش الشمس بزاف، ويكون كيدور فيه حتى عامل التهويه، وان عامل التهويه حنا اللي كنديروه في السجنه. مثلا انا خساري داك القنت، راه هذاك القنت ما كتسبحش فيه الشمس ولاني كدور عليه الشمس. دابا مثلا راه 9 صباحا، هذا هو المكان كنديروا الاطار. المهم ضروري نهزو البركه من التحت باش ما يتفزقناش بالماء ونطيح الشا، وتا على شي قوارض، واخا راه القوارض ماديش يكونوا في السطاح ولا مثلا انا هكا واخد مشا. كنغلفو هاد الصندوق بالكرتون، إلا عندكم طبلات يديرو وما عندكش غا كريطين فهادي غلط. ها هي ديال الواليد، كنغلفو الصناديق نوعا ما بالكرتون باش كنسدو شوية على التيارات الهوائية. ما يمكنليش نبقى عليكم هكا داير كرتون داير حتى هادشي باليت. المهم غير الفكره، وبلا ما كيكمل من راسه.